ايوه ما هو ده بيصير اذا بتريد يا اذا بتريدوا يا اخوان بدي ابلش المقابله اذا بتريد هذا دوت الرئيس يا علي لحظة إذا بتريد عم تبلش سكوت سكت لي إياها يا يلا تفضلي شكرا دولة الرئيس أهلا وسهلا فيك مساء الخير لكم مشاهدينا طبعا بمقابلة خاصة وعنوانها كلنا فريق واحد هو عنوان مباراة كرة القدم يلي شارك فيها كل السياسيين بمناسبة الحرب تنذكر وما تنعاد اليوم نحن موجودين مع دولة الرئيس بري لناخد منه كم سؤال حضرتكم حابين كنتوا تعرفوا تفاصيلهم بالأحرى دولة الرئيس مساء الخير يعطيك ألف عافية أبعطيكيش الإذن بالكلام نعم لا بالنظام ولا غير بالنظام بعطيتكش الإذن بالكلام تفضلي دولة الرئيس هلا بعدك اعطيني اذن هلا بعطيك الاذن تفضل دولة الرئيس بداية حابة اسألك حضرتك ليش ما كنت بهالمباراة؟ أنا ما شاركتش بهالمباراة لا لعبا ولا حضورا نعم لسبب واحد شو هو السبب؟ لأنه أنا بشجع فريق النجمة أنا وصغير بحب النجمة لا بل أكثر من هيك من أول ما استلمت ساحة النجمة من 1990 نعم وأنا بشجع فريق النجمة فطبيعي ايه بس هي يمكن كانت شوي حضورها كان رح يكون حلو ما علينا حضرتك بين الفريق الاحمر والفريق الابيض لوين قلبك كان ميل اكثر والله ليكي صراحه يعني الان انا بخفش عليكي انه انا كان قلبي ميل للفريق الابيض ليش عم تساليني ليش طبعا احسنت رح جاوبي تفضل انا كان قلبي ميل للفريق الابيض كرمال الحاج علي عبار وعلي بزه ولكن أفيدش نذكر إنه يعني الفريق الأحمر ذكرنا بالترويكا اللي كانت موجودة بالتسعينات يعني كانت بيني وبين الله يرحمه الرئيس الهراوي والله يرحمه الشهيد رفيق الحريري نعم طيب حضرتك مين قصدك بالترويكا بالفريق الأحمر؟ الترويكا ولو معروف الشيخ سعد والشخصين جميل نعم وجبران باسيل هودي الترويكا هودي الترويكا كانوا يلعبوا يعني قبل كانوا يلعبوا الناس ولا عم يلعبوا الناس معلش خلينا نحكي يلا فضل طيب مين حضرتك بس حابين نعرف مين من اللاعبين اللي كانوا عم بيلعبوا لفت لك نظرك اكثر ولك بشحر يا ادي ولك اللي لفت لي نظري اكثر واحد سامي جبي ولك شو هالسامي جبي يعني عم يوزي ميسي سامي جبي ما كان يجي كل يوم بيجي لعند ابني بس اللي بيلعب بعاد التيدي ولا كان يبين على انه يعني بيلعب فوتبول نعم. كانوا يلعبوا ابطال وحربيه وكانوا يلعبوا غبيضه وكانوا يلعبوا بلاي ستيشن ولا مش مبين على سجل جولان ولا كانه يعني بروفيشنال عملوا لفت لي نظري بشكل بعدين هلا الاكثر من هيك سعد الحريري الشيخ سعد يعني بس ببرشلونه عامل ديبريشن اكتئاب ليش رح اقول لك ليش لانه هلا كل العيون بتصبي على الشيخ سعد انه بده يتقيل لبرشلونه هلا فميسي قاعد ببيته هلا يعني ما شفتهاش كيف فز الفزه وعمل لها دبل كيك ما شفتهاش بلا ولو ما بيني لك لو تعبي باجره للشيخ سعد نعم لو كان لزقوا اياها بالمقص بتبيني شو اسمه من كاين على الجول هلا بحكي فيه وكذلك القبر اللي لفت لي نظري الان عم بستحضرها اكرم شهيب نعم. شو هالأكرم هذا يعني؟ أكرم لعب بمركزين إذا تابعت الأمور لعب بمركز دفاع ولعب بمركز حارس مرمى يعني عم يلعب على المركزين هذا تلميذ أبو تيمور وليد باك يعني أحياناً بدافع أحياناً بيلعب يعني دفاع نعم. أحياناً بيلعب هجوم الآن وليد باك أبو تيمور عم يلعب وسط بين على علي بزي شو بحدك هذا علي بزي علي بزي اساسا هو كان يلعب بديربورد بمشيغن الله وكيلك ووكيل السبا والارض كان عم يلعبوا على الشكر بكر تلميذ نبه بر شو بده يكون بيحرم نزلت له علي حسن خليل بيحرم نزلت له علي خراس يعني كنا عملنا 100 قصه بعدين اللي لفت لي نظري اكثر واكثر ابراهيم كنعان ولكن ابراهيم كنعان اللي بيشوفه بالمجلس بيطلع بيحكي ساعتين وثلاث ارباع بيتعبش حبة قبل البطش ربع ساعة ونزل دقيقة وطلع ولك يا ريته بالمجلس بيطلع بيحكي له ندفي وبفل إلا بيلزقوا كل رفاق الميكروفونات حاطين الميكروفون قدامه وبيلزقوا المهم
كان في لعيبه على مستوى يعني القياده وكان في عنده لياقه بدنيه ويلي شو عالي كان. تفضل شو سؤالك؟ طيب دولة الرئيس مين بتلوم من الفريق الابيض؟ انا اللي بلومه هو القائد الكابتن الحاج علي عبار. بلومه على الاستراتيجيه الدفاعيه اللي عد اللي عندي يا ابو مصطفى حلف لي بالولاد وقال عد خبط ايده على صدره قلت له لك شو عندك انت؟ قال لي انا عامل استراتيجيه دفاعيه لهذا الماتش شفناه اكلوا جولا ولكن يا عبي يا حاج علي شف والاحلى من هيك شو بدك يقول لي؟ قال لي الحق على الشيخ سعد. ليش؟ قلت له ليش الحق على الشيخ سعد؟ ليش عم بالي هلا تحطها بالشيخ سعد؟ قال لي لانه هو بطل الحكم. قلت له هو بطل الحكم؟ قال لي ايه والجولان يا دولة الرئيس لمعلوماتك الجولان اللي اخذوهم هودي كانوا اوفسايد يعني تسلل. اه قلت له ولك كيف افصيت ولك يحرق ولك ما كنا نحن عم نحضر على الماتش كان جوال مزبوطه اخذ الشخصيه بجميل هذيك اللي بحدك اخذها وحطها مثل اللعيبه يا بي شو لعيب انا فرجه ماشي الحال. طيب شو رايك دولة الرئيس بالبطاقه الصفراء اللي حصل عليها النايب علاء عون؟ والله قلت اني وأذرت انك بتساليني عن هذا السؤال. نعم علاء عون قصته عمل فاول قصد الله ياخذ كارت اصفر هو بينه وبين نفسه. نعم دقل لي الجنرال عون قال لي دون 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 بدري شو باردون وكذا ولك يا دولة الرئيس ليش ما عطوهش كارت اورانج؟ قلت له أنا فيش من فضل الاورانج فاحمر او اصفر قل لي 2-0 بياخد احمر. اه دقل لي عم بقول لك الجنرال شخصيا دقل لك؟ مش هو دق لحلفائي بالحزب وهدي دقوا لي. اه هو هلا مش عم يحكي لي ما بيحكينيش معلش. طيب دولة الرئيس نحن جاي الانتخابات البلديه. نعم يلا نحن هلا اشرفنا على ابواب نهائيات كاس العالم، حضرتك مين رح تشجع اي منتخب؟ انا بشجع كل الفرق الان بهذه المناسبه ما عدا منتخب ايطاليا. ليش ايطاليا بالذات؟ رح اقول لك ليش. لانه ايطاليا كل ما تاخذ كاس العالم بصير عندها بنبوءه ومصيبه واجتياح بالبلد، ب 82 اخذت كاس العالم اجتياحونا الاسرائيليه. بال 2006 ابسادي تروحيش لبعيد. نعم اخذوا كاس العالم صار فيه العدوان الاسرائيلي علينا. اتمنى ان لا تحصل ايطاليا على كاس العالم واي فريق بده يربح يربح. على كل مباراه فريق كلنا واحد كلنا فريق واحد كانت مباراه مهمه وكبيره وافرزت لاعبين يعني شو بدك. ولك اكرم شهيب اجى عقد عم يخبرني ابسادي على مانشستر يونايتد ما قبلش. مين اللي ما قبلش؟ وليد باك. قال له بك تروح تمضي مع الجيش السوري هاد بالفريق بتلعب هوني احسن ما بتروحش لهونيك على مانشستر يونايتد. الحاج علي عبار اجى عقد على فريق زوب اهالي الايراني. عبار حوري اجى على فريق جالاكسي بامريكا. عقاب صقر هذا عقاب صقر اجى كونترايتان واحد من الهلال السعودي وواحد من النصر السعودي. شو بعد بدك فرق؟ والكساب الجبيل رح يحطوه محل كريستيانو رونالدو بريال مدريد. يعني هذا كله هلا الدين العام رح نسده لانه رح يجيبوا انكم يعني مصاري للخزينة. بس ما نشوف شو مين بده يحكي بالبلد؟ ما بيبقاش حدا بالبلد بيحكي بلا مهبر. نعم طبعا شكرا لك دولة الرئيس. ثاني كيو فري ماتش.